اختي كرفسوني الناس ما شفقوش فيا. كندور بحال هكا استعد واحد الدر استعد واحد السيد الثلاجه بحال هكا مستعمله، فضيت معاه الثمن، قلت لي غتعطيها لي غندير غادي نجربها ونجيب لك الفلوس نكمل لك الباقي. فعلا جيت خدمتها بحال هكا، درت فيها الماء، بانت لي خدامه، الصوت ديالها ما كيتسمعش مزيان، هذيك قلت صافي راه مزيانه، راه دي بالينا بعدا في هاد العواشر وفي هاد الصاد. هزيت البزطام بحال هكا، ديت الفلوس، بغيت ندي للسيد الفلوس، وقفت تما كاين حدا السيد اللي كيبيع، اعتذروا بيا ستة ولا ما سبعة ولا يعني ولي ما كنعرف مع هاد منجل الموطور بحال هكا، درت واحد الكلاكسون بحال هكا بشويه بحال هكا، اعتذروا بيا واش يصحابوني باغي نشري من عندهم ولا ما عرفت شنو اللي يصحابوني باغي ندير. كان راه يعير ولد الدرب، قال يكون ولد الدرب ولا كون اللي بغيتي ولا هو يدخل لي البلاصه هذه، انا باقي بارك فوق الموتور بحال هكا، دخل لي هذيك الضربه لهنايا صافي، وانا ندور. نزلت من فوق الموتور بحال هكا، تشديت انا وهذاك اللي ضربني، مابقيتش عرفت الدق من كيجيني. جا واحد هزني من اللور بحال هكا، قلبني بحال هكا، صاموا ما يتشكاو عليا بالشتيف، شتفوا لي على راسي الصباط ما خلى فنجان، ما بقيتش عاقل. حسيت بالحقرة وحسيت بزاف. نزلت من فوق الموتور بحال هكا، بغيت نتشد انا ويا صافي، عام كملت القضية. في الدرب السبع بين تماك فين خديت الثلاجة، حدا مول الثلاجة تماك فين شديت الضربة ديال الوجه هنايا، عملية في الدار البيضاء. والبارح دابا والبارح نهار اثنين، اثنين وداو ليا البزطام وفيه الفلوس وجوج تليفونات وكرفسوني بزاف. كنديباري بهم، كنبيعو نشري بحال هكا، نشرو منهم العيد، نتقداو بهم شي حاجة للوليدات. الدرية كتقرا لا اله الا الله، مسكينه الدريه كتبكي، كنقول لها ما عندي حتى حاجه، ما عنديش، بغيت نهنيها بحال هكا. ما اولا كنشكر قناه شوف تي في، ثانيا انا كنت حوالي 12 ديال الليل كنت يلا باغي نعس شويه، سمعت الصداع، قال لي ولدي راه ضاربه برا، حليت الباب قريب جيت الشانطي لانه كان بعيد مني بشي 20 متر ولا 30 متر، نقدرش نقول لك لانها كانت ظلمه، بان لي خمسه او اربعه نقول لك كيشتفوا لي على كيضربوا لي في راسو بالبوانت بالسبرديلات ديالهم، وشي كيشتف لي على رجليه. اللحظه اللي شافوني انا والناس بدات تطل من الشرجم، لادوا بالفيرار هربوا من اللي تدرقوا في القنت، لحقت عدو انا السيد كينوض وكيوقف، كنقول ليه مالك، كيقول لي انا ما ماليش خليني نمشي. تيوقف مسكين، تيتكى على يديه وكيبغي ينوض وكيطيح على راسو. انا اللحظه اللي بقى فيا شديته مزيان زيرته وجدته عند الحيط، قلت ليه تعال اخويا عند الحيط، وشديت لي فمو لانه كان فمو طايح في الشانطي، جدته ورغم ذلك عيطت على الاسعاف باش نقد هذا السيد لانه بقى فيا بزاف، هو داك الشيء اللي تعرض ليه. وثانيا ملي جاوا الاسعاف ورجال الامن باش يديو السيد، بعد نص ساعه تيبانوا لي بانهم جايين كيعايروا وهازين السوفه والكلاب، ودابا انا هذيك الساعه داخل اللحظه وانا كنسمع الباب كيتضرب عندي. انا فعلا بغيت نخرج ولكن ما خلاتنيش الزوجه ديالي، انا فعلا كنت بغيت، ما نقدرش نقول لك لان انا هذيك الساعه واخا نموت لان على ولادي وامي، ما نخليش بنادم انا يكرسي على المحال. حسيت بالحقره وكيعايروا، انت برقاق انت هادي، وانا اتصل برجال الامن وكنشكر من هذا المنبر تحياتي رجال الامن اللي عندنا ذاك النهار خدموا معنا مزيان، ولقاو القبض على التدخل السريع، ولقاو القبض على واحد المجرم منهم، والاخرين باقي لدب الفرار. وكنطلب من السلطات الامن باش يبان يكثفوا كثفوا الجهود على هاد العصابه الاجراميه، لاننا عصابه راه بالكلاب الشرسه بالسيوفه، كيستعملوا القرقوبي، كيستعملوا المخدرات، كيستعملوا جميع انواع التخدير كيديروها. لذلك عيط على رجال الامن، ملي جاوا رجال الامن عينوا الباب ديالي وسمعوا الاقوال ديالي، قالوا لي صافي حنا غادي نديروا دوريه هنا في الحي، المهم دخل لمحلك. عاوتاني دخلت المحلي اذا به وتجي ثانيا بكلب ديال مره اخرى بكلبه امام الباب ديالي، ثم
عيط ثاني للرجال الامن هرب ثاني. المهم ما بقاش رجع عندي في الصباح ثاني. اذا بالصباح بغيت نوض باش نمشي للعمل ونمشي لانه كانوا قالوا لي رجال الامن باش الصباح باش جيت تعمر عندنا الشكايات. تلقاه ثاني امام قريب المنزل ديالي بجوج كلاب موقفهم بنهار الساعه 9:30. المهم بقيت انا في الدار ملي ما عاد شكون هو اللي فين مشى هي فين خرجت. مشيت لعند رجال الامن وكنطلب من رجال الامن بانني انا وليت خايف بزاف وما بقيتش قاد نخرج لان هاد الناس بغاو يقتلوني حتى انا لانني جيت نقود هاد السيد من الموت من الموت. وانا دابا وليت انا في 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 مشكل اخر. هرسوا لي الباب لان لا بغيتي حتى اختي تجي عندي غدا للمنزل ديالي باش تعين باش تعيني الباب ديالي. وهادشي اللي كنطلب من بزاف بزاف كنطلب من رجال الامن باش يكتفوا الجهود ديالهم لان ولادي راه ما كياكلوش ما كينعسوش. امي مريضه فيها السكر انا بوحدي ما غادي نقدر ندير والو. وانا كنتعين بكم وبجلاله محمد السادس. كانوا ما بين ربعه ما بين خمسه هو لقيته في الارض منشور اساسا بغى ينوض طاح. هربوا بقاو كيتدرقوا اللحظه اللي انا مشيت قرب لي لان انا عارفين لان ولاد الدرب هما معروفين وعارف الاسماء ديالهم عارفهم وناطق بهم في الضابطه القضائيه بان انا درت شكايه عند الوكيل ودرت شكايه عند الدائره ديال رجال الامن ومعروفين. ملي استوما السيد هربوا ملي جات الاسعاف وداو السيد للسبيطار جاوني ثاني بداو تيضربوا لي في الباب بالحجار بالسيوفات يقولوا لي خرج تبرقاق هذه. ايوا اختي انا كنطلب من المسؤولين ومن رجال الامن ومن جلاله محمد السادس باش ندور لهاد هاد 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 السيد اللي راه شو مسكين حالته اللي عدموه كان غيموت لولا انا التدخل ديالي. كانوا غادي يقتلوه وما شفقوش فهاد السيد لان هاد الناس راه ماشي بشر. هادو راه ماشي بشر اللي هادو بغا يذبحوا هاد السيد. اش داروا لهاد الحاله؟ انا نقدر نموت في سبيل هاد السيد لان ما عنديش مشكل لان باش نخلي واحد السيد يموت وانا نتخزن في محالي ما عنديش. انا عندي كرامه ديالي وما عارفيني لان عاشوا معايا سنوات في الدرب لانه كانوا حدانا في درب السي بوعبيد. كانوا حدانا في درب السي بوعبيد ولد الدرب لانه كان انا سكنت في درب السي بوعبيد حوالي 48 عام ما عمر شي واحد جا دق باب ديالي. تتراوح ما بين 28 30 حتى 32 عاد الشباب وكلهم عندهم صوابق في المخدرات وفي الاجرام وفي لانهم دائما كيتعرضوا العباد الله تماك وكيجريسيهم. نقطة سوداء سوداء اختي نقطة سوداء دائما دائما فيها الصداع وفيها المضاربات وكيضربوا بالبوطات وكيضربوا بالسيوف وكيضربوا في هذيك النقطة بهذه النقطة بالذات وكنطلب من رجال الامن باش يكتفوا في درب السي بوعبيد. فحي التقدم راه ولا خطير بزاف علينا. راه ما بقيناش قدينا نخرجوا راه ما بقيناش قدينا عباد الله. راه ولادنا وعيالاتنا وامواتنا ولاو خايفين. وهادشي اللي كنقول لكم اخواني وسمحوا لي وشكرا على قناه شوف تي في. اختي من جاتني الخبر ديال الجوج ديالي جا سمعت دوستي جات من فوق هبطت كتجري عندها السكر هبطت كتجري كطيح وكتنوض كتقول لي يا جدري راه ضربوه بالجنوي. قالت لي تعرفش شكون اللي ضرب بالجنوي. خرجنا كنجري ولينا كتعرضنا للشانطي ولينا كنغوكتو هي طوموبيل جايه كنقول لها اعتقني اديني بغا نشوف هذا. قالت لي راه عمر راه ضربوه بالجنوي. مشيت كنجري غاديين كنجريو على رجلينا لحقنا اختي فاتنا الشانطي ديال الدار البيضاء شدينا طاكسي. ملي لحقنا الساكر البلاصه اللي ضرب فيها هو الراجل في درب السي بوعبيد البلاصه اللي ضرب فيها الجوج ديالي وقف لينا الطاكسي دوزتي خليته بقات غادي في الشانطي. حنا كنا اربعه مشيت انا ومرت لوسي والدري الصغير ما بغيناش نخليو الدري الصغير مصدوم. ملي لحقنا لتما نزلنا داروا بينا جاونا داروا بينا قالوا لينا نتوما مصيفطينكم باش تقلبوا على الشهود يمشيو يشهدوا لهم
قلت لي لا سيدي انا جيت كنقلب هما الناس نفس الاشخاص اللي ضربوا هذاك اللي تشد مني شفتو انا وراني البوليس دخلوا عندنا انا وراجلي ملي مشيت مع راجلي عرفته بلا هو اللي جاني وقال لي واش تي صيفطوك باش تقلبي على الشهود يمشيو يشهدوا لك قلت لي لا انا كنقلب على الجوج ديالي اللي ضرب بالموس كنقلب عليه فين مشى قال لي راه مشى للكوميسيريه ولا ما عرفتوش فين مشى ناقص واحد الراجل قال لي شوف يا بنتي سيري ركبي وسيري حيدي من هنا راه دوك هما اللي ضربوه سيري راه داوه للسبيطار مشيت للسبيطار لحقت للسبيطار كتعيط لي بنتي كتقول لي الناس عيطوا لي اللي عندهم بنتي كتغوت كتقول لي يا ماما بابا مالو صافي تما فين تحشوا لي الركابي بنتي ما كنت بغيتش تسمع هاد الغبار وما بغيتش تكتشف هاد الغبار على با بغيت ندوز الامتحان بلا ما تسمع بلا ما تسمع حتى شي حاجه صافي جات جابوا الناس وجات الدم لهادو كتمرغ شافتو في ديك الحاله لا اريد لا يريت في ديك الحاله ما تقدريش تشوفي تقولي الموت ولا العيش زاد كتمرغ في السبيطار صافي ما تقولش ديك الدريه ما بقاتش لا كنقول لها بنتي غير صبري غير صبري واعي راسك غير صبري واعي راسك غير صبري واعي راسك بنتي راك عندك استدراكيه غير صبري غادي صح وغادي يدير كتقول لي لا كساريه من اكتشفت من قالوا لي عندك العروق مقطعين خاصك تسير للدار البيضاء دينا الكلينيك دينا كل شيء تا واحد ما الطبيب اللي جا كيقول لي لا عنده صعيبه ما نقدروش عليه خاصني نمشي لكازا وانا ما عندي لا فلوس لا والو جيبي خاوي داكشي اللي عنده داكشي اللي عنده الدو ما خلاو لي حتى حاجه داكشي اللي عنده الدو خلانا الله فلوس اللي باغي نعيدو بهم ولا اللي باغي ديال الدريه باش نوقفو معاها قلنا لا تشدو كالسيدراكي ويسهل على الله تشد الباك ما بقات لينا حتى شي حاجه خلونا لا اله الا الله وصدمونا وصدموا لي بناتي هاد الناس حاطمو قبيله حاطمو قبيله ما حاطمو الراجل ديالي وحاطمو قبيله طيحوا لي هرسوني من جناحي السيد اللي كيجري علينا ويجيب لنا الخبز طيحوه صدموا لي البنات ديالو خلونا لا اله الا الله بنتي اختي عند الناس داو شي ناس داو التجربه ما كنعرفهم والو بنتهم كدوز معاها حتى هي كتقرا معاها الدواء قالوا لنا نخرجوها من هذا الشيء باش ما تبقاش باش تنسى وما نساتش واخا هكاك مشات تبقى بحال مصدومه البارح زيناها وكنريدو دينا حتى لعندها باش تشوفوا باش اليوم دوز صدراكيه تقدر تنفس شويه والو قالت لي المراه ملي جنا وهي مصدومه ما حفظات ما والو وهي مصدومه واليوم عندها الصدراكيه اليوم غايبه تدوز الصدراكيه كنا تعادينا بناتي بجوج تبقاو مصدومات حتى واحد كلشي بناتي تصدموا اللي برا طفيلات وكلشي كلشي تصدم ما كاينش اللي كيبقى ياكل الماكله ولا يطلد عليه ولا العائله كامله كل العائله تصدمات تما الجوج ديالي ما كيمشي بركله في قهوه مشى اختي شري لي الثلاجه راك عارفين الصهد وكاين هاد داك دخلت لينا حنا الثلاجه خصها لها الترموسه ديالها مشى هو كيدور قال لي نشوف الجوطيره شتينا ما نقدش على الجديده قاصح عليا نشوف شي وحده كازيه هاد السيد مشى عنده لقاها عنده قال لي ها انت خويا خذ الثلاجه ديها سيرها خدمات ليك جيب لي رزقي هو شو شحال دار معاه الثمن المهم جابها المهم جابها خدمها خدمات قال لي انا غنمشي عند السيد نديري الامانه ديالو صافي خرج اللي خرج تجاتنا الخبر اكتشفنا الخبر السيد ضربوهم بالموس كلشي مشى صحه مشات كلشي ما صدمونا كلشي حيطمونا كلشي هاد الناس هاد الناس اش بغاو فينا كنستافد من رامي حتى هو مشى تخلص هذاك النهار نفس النهار مشات تستافد منه شدو دارو في جيبو باقيين ما خدناش منه الريال حتى هما الدوسين كيشدينا كيدوسين الريال ما خلاوش كنطالب دابا من الناس اللي كيشوفوني ومن السلطه يوقفوا مع الراجل ديالي عنده خاص يدير عمليه جميل يدير عمليه جميل الحاجه اللي خاصك ضروري يدير عمليه جميل غيبقى حنك تقدر 100% يبقى الخزمه ديال الخيط وانا ما نقدرش راجلي نبقى نشوف فيه بحكاك وبناته قدك ما كنعري والي ما كيقدروش يشوفوا فيه ما يقدروش بناتي يشوفوا فيه بحالك بهم مخيب مغرز عنكم ما يقدروش يشوفوا فيه كنطلب من الناس اللي كيشوفوني والطب اللي كيشوفوني يتعاونوا معايا ويعطاتفوا معايا الزوج ديالي يدير عملية جميل والناس اللي تعدوا عليه كنطالب من السلطة والحكومة دير مجهود هاد الناس يشدوهم راهم كيتكربصونا الناس راه كي راجلي كي واحد اخر راه اللي وقع الراجل غيوقع لواحد اخر نفس المشكل
هاد الناس راه كي لا يولي ريت ما دمش الشفقة في عباد الله، راهم كيقريسيو راه السيوف راه الماس راه كلشي ما كنسمع بيهم ديما بدرب السي بوعبيد. ما نغديش يطكش، شفت انا في راجلي كيفاش دارولي كيفاش دارولي، وهذاك الدرب حنا راه دربنا راه سكابر فيه هو، كلشي مشى ما عندي باش نعيط ما عندي باش نوقف مع ولادي. الراجل اللي غادي نوض يخدم معايا لا مول فندير قهوه، مول فندير قهوه في هاد العيد كيوقف معايا الزوج ديالي وكندير قهوه، انا كنعمر اتاي والزوج ديالي كيعطي للناس وكنصور اللي قسم الله، وما كان من مد يدي حتى شي واحد. ولدابا الغالب الله الزوج ديالي اللي كيوقف وكيجيب لي لقمه العيش هو طيحوا الجناح ديالي. كنطلب من الدكتور التازي الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير، يتقدم ليا مع الزوج ديالي، ما يقدروش البنات ديالو بقى يشوفوه في هاد الحاله، ولا بغى يخدم يجيب ليا الخبز حتى واحد ما غيقبلو يخدم ليه يشوفو في هاد الحالات. ما يقدر حتى شي واحد هاد الراجل ديالي يخدم ويجيب ليا، غيقولو هذا راه شمكار ضارب وجهو وكيخدم هي وحده مراه راجل يدخل يهز لي من الاتات يهز كلشي كيخدم في الموقف يخدم كلشي. دابا درك ما غيبقى يقبلو حتى واحد. كنطلب من الدكتور التازي الله يجازيه بخير ويشوفنا ويشوف من حالنا، يتعاون مع الزوج ديالي يدير لي هاد العمليه ما تبقاش الاطراس ديالي يبان. هالزوج ديالي ربوشي لي ثلاثه العروق، راه حنا ديناه من قريب قلت للدار البيضاء وما عنديش الريال، وديته في ليبان 27000 باش ديته للدار البيضاء باش سوداو لي دوك العروق وخيطوا لي تم باش ما يخيطوش لي هنا دوك العروق. ما هنا ما حتى واحد ما زعم علي على ديك الحاله اللي داروا لي وديك الشرق اللي داروا لي. كنطلب من الدكتور التازي الا شافني الله يجازيه بخير يشوف من حالي وشو من حال الزوج ديالي، شو من حال الزوج ديالي يدير لي هاد العمليه. جاتني الخبره بنتي رانا مت، رانا طحت ومتيت قديت نزيد، مشيت انا وياها غادي كنتجراو حتى طاكسي ما رفدنا، كنعاورطو كنزوقو كتقول لي الله يرحم والديك امو الطاكسي وقف لينا وقف لينا، حدتها كتقول لي مراجلي ضرب بالموس صافي ما كيوقفوش لينا حتى الطاكسي قالت ما وقفوش، بقينا غادي كنتجراو نتجراو وقف لينا طاكسي قال لنا ما نهزكمش نتوما اربعه، قال لنا ما نهزكمش نتوما اربعه. الله يرحم والديك الله يرحم والديك الله يجازيك بخير، ما بغاش يهزنا قلت لهم ركبوا نتوما انا نزيد الراس، مشيت على رجلي ما قداش نزيد ما قداش نزيد وما قداش نتحرك، صافي وقفت من الخاطر وانا مريضه وعندي السكر وعندي طنسيون ما تليتش قديت نتحرك. ايوا صيفطت المراه صيفطتها جو ولدها وهذه هي شدت الطاكسي وعقبت تبرع الجحده بالخلدون مول الطاكسي قلبوا على القزنقة بزنقة، مشينا لحقنا لعد الدري نسيبوها شخليها مليوح، كنقول لهم حلوا عليا خلوني عندخل، أنا مزوقة بكم نشوف ولدي كيداير، غنشوف واش ميت ولا حي، كيقولوا لي لا تي مريضة سير ما تدخلش السبيطار، خارجة صافي، غادية شخليها عافية الصندالة ديال الميكو غادي كنجري، أنا مزوقة بكم حلوا عليا غنشوف ولدي، أدخلوني غنشوف ولدي. دري خوه ولا كيرد فيا كيقول لك سير سير ما عندكش كمامه سير ما تدخليش سير ما تدخليش، يا صافي الدري يداو للدار البيضاء. واش غندير بنتي الله يجازيكم بخير والله يجازيكم بخير والله يعمر ربي اش خلاها يفضحهم والله يعمر ربي يفضحهم والله يعمر ربي يبقى يشوف فيه واش خلاها وخاقت شرقت وهذا الشيء اللي نطلب انا اما اللي قعد لينا حق راه الحمد لله راه الحمد لله هما خسروا السيفه تاعته وخسروا الوجه ديالو وخسروا البشره ديالو. البنت جات عندنا تا السبيطار كطير وتنزل كطير وتنزل كتقول لها خلوني غنشوفو هما يا كانوا هذيك الساعه ما عرفتي يغسلوا ليه ولا كيخلطوا ليه ما خلوهاش تدخل تحماقت وجيبينا عندنا الشيء دينا. بسم الله عليك بنيتي بسم الله عليك بنيتي راه ما يكون باس ما يكون باس. وهذا هو بنتي داو للدار البيضاء حنا ما بيتين نتقلبوا ما نعسنا ما دخلنا ناقص على واحد السبيطار حيد ليه الفوقيه من فوق منو عطاها لي تستر بها كيما مشي عريان كيما مشي حفيان ما كاين ما نعاود لك عليه الفم طايح الحاله ما كاين ما نقول لك صافي. مشى بنتي شريت الثلاجه جابها جا عيط علي جا وراها لي امي شريت الثلاجه فرحان بها وقلت له ولدي الله يعاونك اوليدي جاش خلى الله يجعل كل شيء ببارك مسعود. قال لي امي رانا داير معاه بيع ومقال رانا باقي عطيتو عن النص والنص رانا عاد غادي نعقب. تعال تعال قلت له وليدي تعشي معايا تعال تعشي معايا قال لي لا تنعقب انا غادي نعقب دابا. الله
بحال هكا راه فينا هو يا اش خلا عشك وليدي العشا موجود قال لي عين عين تيدخل خويا ونجي غيمشي يكمل الخلاص للثلاجه صافي طليت انا من الفوق سدت الموطور ومشى.